الحقيقة نشوط كبير جدا قدرت مصر انها تقطعه، وانجازات متزايده في ملف الطاقه المتجدده. هذا الملف هو الملف الابرز اللي بيهتم به العالم كله حاليا، خصوصا كمان انه مصر بتستهدف انتاج 42% من طاقتها من مصادر متجدده بحلول عام 2035، ده اللي هيحولها لمركز للطاقه النظيفه مش بس اقليمي لكن ايضا دولي. حقيقي جمانة، مصر يعني عندها قدرة تنافسية، هي الأولى عربيا في استخدام وتوظيف الطاقة المتجددة والنظيفة. تعالوا نعرف مع حضراتكم تفاصيل أكثر حول إنجازات هذا الملف، ملف الطاقة المتجددة في مصر، من دكتور ماجد كرم الدين المدير الفني للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. يعني جهود حثيثة للتحول اللي بتشهده مصر خلال السنوات الأخيرة نحو الطاقة الجديدة والمتجددة، في أمل نحن نصل إلى حوالي 40 أو 42% من اعتمادنا مثلا من الطاقة الكهربائية على الطاقة المتجددة والنظيفة. أبرز ما تم في هذا الملف من رؤية حضرتك إيه؟ والله وفي محاور متعددة لهذا الملف، يمكن أولها هو انك خلقت بيئه جاذبه للاستثمار. صحيح. وبيئه جاذبه للاستثمار الاجنبي والوطني والعربي المباشر والغير مباشر. والحقيقه ان انا في رايي ان ده من اهم المنجزات في هذا القطاع، وخلق بيئه مواديه للاستثمار. بنتكلم هنا على محاور متعدده. اولا بنتكلم على التزام من الدوله، بيتمثل في ان اعلى وثائقها الحاكمه اللي هو الدستور المصري بيقول ان مصر بتضع مكون زي الطاقه المتجدده ضمن عناصر مزيج الطاقه الخاص بيها. البعد الاخر ان ترجمت هذا هذه الوثيقه الحاكمه الى عدد من القوانين والتشريعات واللوائح اللي سمحت بالتوسع في المجال. صحيح. وبالتالي لما بقى عندك قواعد تنظيمية وبقى عندك لوائح وبقى عندك قوانين بتقول ان القطاع الخاص يحق به العمل في هذا السياق، اصبح لديك بداية تستطيع الانطلاق منها. وواكب ده ان ابتدت الدولة تشتغل مثلا على ملفات زي تخصيص اراضي لمشروعات الرياح، فلقينا مساحات شاسعة تصل الى حدود حاليا 30,000 كيلو متر مربع. هذه المساحات مخصصة للاستثمار في الطاقات المتجددة. طيب ايه تاني غير ان انا خصصت اراضي، غير ان انا عملت قوانين وتشريعات، عملت اليات تنفيذية. فالاليات التنفيذية دي سمحت مثلا في مشروع زي بنبان ان احنا نعطي سعر جاذب للمستثمرين ويقبلوا اكثر من 34 تجمع استثماري كونسورتيوم قدروا يخشوا في هذا المشروع، وبقى عندنا واحد من انجح المشروعات في العالم بيشار ليه بالبنان وخد جوائز اللي احنا عارفين، مشروع محطه الطاقه الشمسيه الكبرى عندنا في بنبان. واكد ده انك بتتوسع ايضا في مراكز طاقه الرياح وبتطرح مشروعات كبيره في مجال طاقه الرياح غير مسبوقه. ونشاهد ان راس الدوله فخامه رئيس الجمهوريه مثلا في احد لقاءاته يتكلم عن ان احنا هنفتح ارتفاعات التوربينات للمستثمرين عشان يقدروا يحصلوا على طاقة أعلى ويضخوا طاقة متجددة أكثر للشبكة. رأس الدولة بيفكر في هذا الهم، يعني دي حاجة جديدة على دول المنطقة، وإحنا بصفتنا مركز إقليمي بينظر للدول العربية كافة. دي حاجة إن قيادة الدولة تعلن التزامها بهذا الشكل ومتابعة لهذه التفاصيل، وده بينعكس طبعا على قطاع الكهرباء بشكل كبير. طيب. انه بيعمل باتفاقيات كده. دكتور ماجد، يعني زي حضرتك ذكرت امثله كتير الحقيقه من الطاقه المتجدده، يعني من الهيدروجين الاخضر لحقول طاقه رياح زي جبل الزيت والزعفرانه لبنبان. يعني خلينا نعرف من حضرتك كفاءة إنتاج الطاقة المتجددة، نسبة مساهمتها في إجمالي الطاقة المتولدة حاليا، ومنتظر أو متوقع كمان أن مصر تقدر تنتج قد إيه من استخدامها للطاقة المتجددة والنظيفة. إحنا يعني خلينا نقول لحضرتك وأشرت في البداية إلى الهدف الطموح 42% طاقة كهربائية من الطاقة المتجددة في أفق 2030، وهذا الرقم كان من اسابيع بسيطه كان معلن انه 2035، ولكن الدوله عجلت بهذا نتيجه ان حصل متغيرات عالميه في عدد من الملفات، اهمها انخفاض اسعار الطاقات المتجدده، زائد مثلا التوسع في ما يطلق عليه الهيدروجين الاخضر، الهيدروجين اللي منتج اعتمادا على الطاقات المتجدده. حاليا احنا عندنا ده بحساباتي انا شخصيا
بيقول ان احنا محتاجين نضيف من 50 ل 60000 ميجا وات. طب احنا فين النهارده؟ احنا عندنا حوالي عشر هذا الرقم راكب وبينتج على الشبكه حوالي. محتاجين ايه يا فندم عشان نقدر 50 ل 60%؟ ده محتاجين ايه؟ احنا هنوصل 42% في 2030، يعني احنا بنتكلم في خلال الست سبع سنين اللي جايين، الست سنين اللي جايين محتاجين ان احنا نطلق حزمه مشروعات سنويا يعني هتكون في حدود من 2000 ل 3000 ميجا وات على الاقل. طبعا في مشروعات اوريدي تم الاتفاق عليها كتير، مذكرات تفاهم وغيره، فهذه المشروعات يتم وضعها موضع التنفيذ بشكل ان شاء الله يكون يعني موافق للخطه، بحيث ان يتم بالفعل ان شاء الله الوصول لهذا المستهدف، وهو مستهدف في تحدي ولكن مش صعب. مصر قادره على انها تصل له باذن الله. خصوصا دكتور ماجد انه مصر يعني من يعني حيث تنافسية أسواق الطاقة المتجددة في المنطقة هي الأولى عربيا، وده هيخليني أسأل حضرتك سؤال مهم جدا. هذه التنافسية أو الميزة النسبية للدولة المصرية فيما يتعلق بالتعامل مع المصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، إلى أي مدى ممكن تكون جاذبة للاستثمارات الأجنبية أو الخارجية أنها تستثمر في قطاع الطاقة المتجددة داخل مصر؟ هنا في تنافسيه محموده ما بين الدول العربيه حاليا. هذه التنافسيه اسهمت ان بقى عندنا شركات وطنيه وعربيه بتتشارك مع شركات ومؤسسات دوليه سواء فنيه او تمويليه لاقامه مشروعات كبرى. وهنا اللي بنقوله ان تاثير المشروع هو ليس فقط انتاج كهرباء، ولكن تاثيره الهام اكثر بالنسبه ليا هو ان انت بتضخ استثمارات اجنبيه داخل الدوله. ده نمره واحد. وبتفتح فرص عمل وبتفتح مشاريع كتير يعني. بالظبط، وفتح فرص العمل وما نطلق عليه سلسله القيمه وسلسله الامدادات، ان انت بقى عندك وانت بتعمل المشروع انت بتحتاج شركات شحن، نقل، تامين، خدمات معاونه، بتحتاج عماله مؤهله، وبالتالي محتاج تطور كوادر مؤهله في هذا الشان، فبيدخل دور وزارات التعليم والتعليم العالي وغيره. بيدخل معاك ان انت عايز بنيه اساسيه، طرق، شبكات كهرباء تستوعب الطاقات المتجدده اللي احنا عارفين انها متغيره بطبيعتها، فلازم الشبكه بتاعتك تكون قويه ومتزنه كما ينبغي لانها تستطيع استيعاب الطاقات المتجدده المتغيره. ايضا يكون عندك ربط بدول الجوار يسمح لك بتبادل الطاقه النظيفه، وبالتالي بتعظم من فرصك. وهنا نخش في سوق جديد مهم جدا، هو سوق خفض بعثات غازات الدفيئه بيسموها انبعاثات المنوثه للبيئه والمسببه للاحترار العالمي وهكذا. فبالتالي بتخش في سوق جديد هو سوق تبادل الكربون، سوق بيع شهادات خفض الانبعاثات بنسميه. وبالتالي انت ما بقتش قيمه انك بتبيع كهرباء فقط، انت بقى عندك قيمه اقتصاديه لخفض الانبعاثات وتحسين البيئه. زائد ان احنا كدوله اعلنا في مؤتمر شرم الشيخ كوب 27، وما زلنا بنتعاون مع دولة الإمارات في التحضير للكوب اللي هيكون هذا الشهر إن شاء الله في الكوب 28 في الإمارات، إن إحنا ملتزمين بإن العالم يكون أكثر إخضراراً، أن العالم يكون في متعرض أقل لمخاطر الاحتباس العالمي أو الاحترار العالمي، الاحتباس الحراري. فإحنا هنا بنعلن إن إحنا ملتزمين بهذا الشأن، بنحقق قدر من المستهدفات اللي ذكرناها في الاستراتيجيات والمواثيق المختلفة، وأيضاً بناخد جانب وعائد اقتصادي وعائد اجتماعي، وعائد اجتماعي كبير كمان. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور ماجد كرم الدين المدير الفني للمركز الاقليمي للطاقه المتجدده على كل هذه التفاصيل يا فندم.